أحبائنا المشاهدين، أهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم كلام جرايد. وبدأ مسلسل انهيار مصر. هو أنا لو عايز أقول كلمة حلوة أو كلمة كويسة أقول إيه؟ يعني أنا لو عايز أوصل رسالة حلوة دلوقتي أو رسالة تطمينية للمصريين هقول إيه؟ بصراحة أنا ما عنديش. يعني لو حبيت دلوقتي أخفف من الحلقة وخليها فيها شوية سخرية أو شوية كوميديا هقول إيه؟ يعني وصلونا لمرحلة العجز حتى عن إن إحنا نفكر ممكن نعمل إيه أو نقول إيه أو ممكن نغير تفكيرنا إزاي. وصلونا للعجز على إننا نحلم إن بكرة يبقى كويس أو النهاردة كمان يبقى كويس. وصلونا لحالة من الاكتئاب والإحباط رهيبة. طب اللي بينفخ في البالونة دي كتير مش خايف تفرقع؟ خايف البالونة تنفجر في وشه؟ الشعب أيام مبارك ما كانش في حالة الإحباط الموجودة دلوقتي خالص، يعني تكاد تكون حتى ما تجيش يعني خمس حالة الاحتقان الموجودة دلوقتي في البلد. فهم متوقعين إيه؟ يعني حاسس خيالكوا كده يقول لي هم متوقعين إيه؟ اعتقالات؟ ياه. حبس؟ ياه. تشويه سمعة؟ أهلا وسهلا. سجن؟ مش مشكلة، هما طالعين من هما خريج سجون، لا مش خريج سجون، هربانين من السجون. ايه؟ هقرا لكم الجرايد، بس أنا ما عنديش حاجة كويسة أقولها، ما عنديش أخبار كتير أقولها، الأخبار كلها واحدة متشابهة. بلد كلها بقت واقفة، اقتصاد واقف، سياحة واقفة، كله متدمر، ما عندهاش أي أخبار أقدر أقولها عن اقتصاد، ما عندهاش أي أخبار أقدر أقولها عن سياحة، ما عنديش أي أخبار أقدر أقولها كويس ولا وحشة. بلد واقفة، احنا في حالة وفاة مصر. والباقي في حياتكم. على جريدة الدستور الغلاف الرئيسي، المخطط الإجرامي المرسي وجماعته، تطبيق القوانين الاستثنائية، إصدار قانون التظاهر، تطبيق السياسة الإعلامية القمعية، إرهاب الإعلاميين، محاصرة السياسيين. جماعة الإخوان هم أصحاب سيناريو الاعتداء على المقر الرئيسي لهم بالمقطم. الدليل القاطع الذي لا يقبل الشك على صحة السيناريو. القصة بدأت بمطالبة بعض السياسيين بمليونية رد الكرامة ردا على ضرب الصحفيين ورسم الجرافيتي وصفع إحدى الصحفيات على وجهها. أنا قبل ما أتكلم أكمل كلامي في الدستور. اللي اتضرب الصحفيين وضربوا كان من ضمن اللي اتضربوا أحمد دومة. أحمد دومة اتعور وبرضه عمل فرحه يوم الأربعاء اللي فات واتجوز ومناخيره متجبسة ودلوقتي يعني مضروب ومتبهدل، قضى الخميس والجمعة في البيت كتر خير يعني الدنيا الواد اتجوز يعني. ومطلوب للتحقيق والمنع من السفر، ضبطه وإحضاره ومنعه من السفر. ما هو ده يا في حاجة غلط يا مراته مبلغة عنه. يعني في حاجة غلط يبقى انا مراته مبلغة عنه، اصل مش هيبقى في حد تاني متجوز بقاله يومين، فيعني اكيد يعني في مغرز معمول فيه. اصل التهديد وايه يعني احمد دومة هدد واشعل وبتاع ووقعت في بيتهم وبص عليه، وبعدين ما فيش اي حاجه من احمد دومة كانت بتقول كده. وبعدين التهديد وبتاع ده على الفيسبوك يعني وتويتر، يعني هو خلاص احنا بناخد بجرايم الفيسبوك وتويتر؟ طيب عندنا عبد الرحمن عز، عبد الرحمن عايز ده التحريق الوفد، ده تحريق مقر الوفد. عبد الرحمن عايز ده بتاع الاتحاديه اللي كان بيشاور الناس بالليزر اللي اتقتلوا. عبد الرحمن عايز. طب وما حدش حقق معاه ليه؟ ما تعملوش ضبط واحضر ليه؟ مش يعني احمد دومه ده اللي قعد قدام ابو اسلام وخلاه يلعب جزمته قدام وائل الابراشي اللي خلاه ما يعرفش يرد، يبقى يتمنع من السفر ويتعمل له ضبط واحضار. ايه الواد ده؟ ده الاسلاميين مش عارفين يعملوا معاه حاجه، لا ضبط واحضار حتى لو عليه ان شاء الله قاعد في بيتهم، ده يجيبوه بال رغم انه مضروب وكان هو اللي اعتدى عليه قدام المقطم، ما اعتداش على حد وده متصور موثق. موثق الاعتداء والضرب عليه ومش موثق اي جريمه تانية عليه، وتعمل له ضبط او احضار وعدم
وعدم مغادرة البلد وثقة عدم السفر. ده مش بس كده، ده اللي ضربوا من حرس، اللي ضربوا الشباب من حرس الشاطر وضربوا الصحفية اتعمل لهم أمر ضبط وأحضار وما راحوش، ما راحوش النائب العام، وما حدش فتح بقه، ما حدش راح اتحقق معاه لما ضربوا الصحفيين وضربوا أحمد دوبة، ومتصورين. نكمل. وتجمع ما يقرب من 2000 شخص من السياسيين والمثقفين المحترمين أمام مسجد السيدة عائشة بعد صلاة الجمعة، واتجهوا إلى المقر الرئيسي لجماعة الإخوان بالمقطم مشيا على الأقدام. وقبل وصولهم إلى مقر الجماعة بمسافة كبيرة وتحديدا بعد ميدان النافورة مباشرة وفي مواجهة شارع 10، انقضت ميليشيات الجماعة من فوق أسطح المنازل بعد احتلالها، وقاموا بإطلاق الخرطوش على المتظاهرين، وأصابوا 22 شخصا بإصابات مختلفة، مما أدى إلى فض مظاهرة في الحال، حيث أن هؤلاء المتظاهرين لا يحملون أسلحة أو أي أدوات دفاعا عن النفس، فانصرفوا وحملوا بعضهم البعض، وجاءت سيارات الإسعاف لتحمل المصابين، وانتهت بذلك جمعة الكرامة. ثم بدأ تنفيذ السيناريو المخطط الإجرامي للجماعة باستخدام مقاولي البلطجية والأنفار التابعين لهم، وبعض الصبية المتسولين والمتشردين والذين كانوا قابعين ومتواجدين خلف المقر الرئيسي بالمقطم بالاتفاق مع الجماعة، وقاموا بالاعتداء على المقر لإظهار السياسيين في زورة متسولين ومجرمين أمام الرأي العام في مصر وأمام جميع شاشات العالم. والواقع أنه لم يكن هناك أي وجود لأي متظاهر سياسي أمام مبنى الإرشاد بالمقطم. إن ما يحدث في مدينة الإنتاج الإعلامي ما هو إلا غطاء سياسي صريح من مرسي وجماعته، وتنفيذ لمخطط ضرب الإعلام وإرهاب الإعلاميين، وترتيب لحملة اعتقالات واسعة واستباحة للدم والقتل القادم. خطاب مرسي يؤكد ما نقوله، وسيناريو واضح لفرض القوانين الاستثنائية القادمة وقانون حق التظاهر، وتطبيقا للسيناريو الإيراني المتفق عليه. الثوار والسياسيون يبدأون التخطيط لتنفيذ العصيان الشامل وإلغاء جميع المظاهرات، وذلك حماية لدم المصريين الأبرياء ومنعا لسفك دمائهم على يد هؤلاء القتلة المجرمين. انهض يا شعب واعلن العصيان فورا، الإخوان يدمرون ويخربون البلد ومصر في احتلال كامل. شكرا جريدة الدستور، ولكن من يسمع. على جريدة الوطن، السيسي يرفض طلب مرسي بفرض إجراءات استثنائية ضد المعارضة والإعلام، ويؤكد الحوار الحل والإخوان تعلن النفير. هيفضل إمتى لحد إمتى الفريق أول عبد الفتاح السيسي بيرفض بس؟ لحد إمتى يا ست الفريق؟ مصادر رئيس المخابرات يسلم الإمارات رسالة تهدئة من الرئاسة. حزب الدستور، هروب البرادع إلى أبو ظبي شائعة إخوانية سخيفة. والإخوان تبدأ معركة تصفية المعارضة بسلاح النائب العام، بلاغ يتهم 169 شخصية بالتحريض على أحداث المقطم، والقائمة تشمل البرادعي، صباحي، وأبو الغار، رؤساء الأحزاب المدنية. ما شاء الله ما شاء الله. مدير أمن الجيزة للوطن، أنا مش عارف أرد عليه، بس ردوا أنتوا عليه. الإعلاميون مسؤولون عن إثارة وتهييج المعتصمين أمام مدينة الإنتاج. يا جبروتك يا أخي، يا جبروتك، رايحين بتقولهم وجلالبهم بيهددوا الإعلاميين وبيفتشوا العربيات وبيعتدوا على المذيعات وكسروا لهم العربيات، مذيعة المحور وكسروا لهم العربية ويعتدوا على الناس، وتقول الإعلاميون مسؤولون عن إثارة وتهييج معتصمين أمام مدينة الإنتاج. طب وقدام أحداث المقطم ما كانوش مسؤولين لما ضربوا بالخرطوش على الشباب وعلى المتظاهرين؟ حمل اللواء عبد الموجود لطفي مدير أمن الجيزة مسؤولية حصار مدينة الإنتاج الإعلامي ومحاولات اقتحامه إلى العاملين بالمدينة الذين اتهمهم بتعمد إثارة الإسلاميين الغاضبين، مشيرا إلى أن خطة تأمين المدينة صعبة للغاية. وقال في حوار الوطن أن قصور تأمين المدينة مشكلة متراكمة منذ إنشائها. لا جامد، لا جامد، لا جامد. بيقول له لكنهم يشكلون خطرا على حياة العاملين بالمدينة ويقطعون الطرق وكلها أمور محرمة، ده الإسلاميين. بيرد مدير أمن الجيزة بيقول إيه؟ الطرف الآخر اللي هو الإعلاميين
أيضا لا يكف عن إثارتهم وتهيجهم. ففي الوقت الذي كنا نتفاوض فيه معهم واقتربنا من الوصول لحل، فوجئنا بعدد من القنوات تتعمد إثارتهم وكأنهم يحرضونهم على البقاء والاعتداء عليهم. مدير أمن، مدير أمن، تفاوضنا وبتاع بس الإعلاميين هيجوهم. إيه؟ أنا مش عارف، مش عارف أبقى كويس في الحلقة دي، مش عارف أقول لكم كلام كويس، مش عارف. مسجد بلال بن رباح اللي امبارح قلنا فيه الولد بتاع الشاب بتاع جمعية الشبان المسيحيين اللي اتضرب فيه واتعذب فيه، طلع مسجد بلال بن رباح امبارح بوثيقة رسمية يؤكد أن المسجد تم احتلاله من قبل الإسلاميين، وإن هم احتلوا المسجد وعملوا فيه أمور مشينة. ده المسجد، إدارة المسجد. وعلى فكرة ده جاي في جريدة مصر اليوم، ده جاي بصورة رسمية. وزي ما قلت لكم اللي ليه حاجة بيقول إن الجرايد دي بتقول غلط، الجرايد دي بتقول غلط، يقدمها للنائب العام، والنائب العام هيقشر بسرعة، مش هياخد وقت. الأوقاف، أهالي المقطم طلبوا إصدار فتوى بقتل المعتدين فرفضنا. إدارة بلال بن رباح، أعضاء التيارات الإسلامية سيطروا على المسجد لتعذيب النشطاء. أدان مجلس إدارة مجمع بلال بن رباح الإسلامي بالمقطم ما حدث يوم الجمعة الماضي داخل قاعات المسجد ودار المناسبات، إثر اقتحام مجموعة كبيرة من الأفراد المنتمين للتيارات الدينية المسجد عقب أداء صلاة الجمعة. وأوضح المجلس في بيان أصدره أمس أن مجمع بلال بن رباح تم إنشاؤه بالجهود الذاتية من أهالي المقطم و و و و و تمام. وبيقول لك، وأكد أحد أعضاء مجلس الإدارة أنه لم يكن باستطاعتهم التصدي للأعداد الهائلة من أعضاء التيارات الإسلامية الذين سيطروا على المسجد ومارسوا به هذه الأعمال. وكانت المصري اليوم قد نشرت تقريرا مصورا عن حالات التعذيب لسكان المقطم على يد أعضاء تيارات دينية داخل دار مناسبات مسجد بلال بن رباح المجاور لمقر جماعة الإخوان المسلمين بالمقطم. يبقى نجيب احمد دومه ونجيب نوار نجم انا اقول لكم اسامي الخمسه من الجرايد الالكترونيه. مصادر حكوميه، مرسي رفع الجمارك باوامر النقد الدولي على جريده الوطن. خبير اقتصادي، القرار خراب بيوت للمستثمرين. علامة الوطن، من مصادر حكومية أن القرار الجمهوري رقم 184 لسنة 2013 بزيادة التعرفة الجمركية على البضائع التي تصدر بصفة مؤقتة جاء بناء على تعليمات من صندوق النقد الدولي كشرط من شرط الموافقة على منح مصر قرض ال 4.8 دولار مليار دولار. ونفس الجريدة، أزمة السولر تضرب القمح وتهدد بمجاعة. المزارعون يحصدون القمح قبل نضجه لتحويله لفريك. وأصحاب المخابز في بلقاس يلجؤون إلى الترع لإنتاج الخبز. استخدموا مياه الترع في إنتاج الخبز في بلقاس، والمزارعين خدوا لأن مش لاقيين سولر، مش عارفين يروا القمح، حصدوه عشان يبقى فريك. الكنيسة تطلب على الصباح، الكنيسة تطلب مرسي بإقرار قانون دور العبادة والأحوال الشخصية. بس ما يتهيأليش إنه هيقر حاجة، هو اعتقالات بس، يعني اعتقالات. يسري فودة بيتعافى، وصادق علاء صادق بيشمت، وطائرة حربية نقلته الإدارة فؤاد زي ما قلت لكم امبارح. طبعا يسري فودة الحمد لله بقى كويس. نشوف علاء صادق الإخواني أو المتمسح في الإخوان أو اللي بيمدح في ظل الإخوان وبيمدح في عظمة الإخوان وفي مجد الإخوان. قال انتشرت بعض التصريحات لقيادة إخوانية تحمل عبارات شماتة، حيث قال الإعلامي علاء صادق والمعروف بانحيازه لجماعة الإخوان عبر حسابه على موقع تويتر: أنت الآن يا فودة في حالة حرجة، وكدت تموت، وكدت تموت، وأنت عميل لأكبر قناة ضد الزعيم مرسي، كيف كنت ستواجه ربك؟ الآن أرى صورتك وأنت على فراش الموت، ولا تعجب من قدرة الله، اللهم لا شماتة. لا حيلة في الرزق ولا شماتة في الموت. على فراش الموت وبيشمت فيه عشان الرئيس الزعيم مرسي. أخلاق فرسان.
على الأهرام الإلكترونية النائب العام يأمر بضبط وإحضار 5 ناشطين سياسيين. أمر النائب العام المستشار طلعت عبد الله طلعت عبد الله بضبط وإحضار 5 من الأشخاص سياسيين ومنعهم من السفر على ذمة التحقيقات في الشبكات المقطم، وهم حازم عبد العظيم، دكتور حازم عبد العظيم، كريم الشاعر، أحمد دومة، علاء عبد الفتاح، أحمد عيد غنيمي، بالإضافة لاستدعاء نور نجم. علاء فتاح من الناس اللي عثر على نفسهم لمونة وكانوا بيشجعوا مرسي، وكمان كانوا بيهتفوا لمرسي عشان يبقى رئيس، وبيحاولوا يجمعوا الناس عشان تديله أصواتهم في الانتخابات. ويسري فوضى برضو كان مؤيدين مرسي، وجه الوقت اللي يتقلب عليهم مرسي. المصري اليوم: النيابة لا علاقة لضبط وإحضار نشطاء في موقعة المقطم بخطاب مرسي. تهاليش. الوطن: أيمن نور، على من لديهم وحم مبكر لكرسي الرئاسة أن يهدأوا. انتقد الدكتور أيمن نور رئيس حزب غد الثورة ما أسماه بالمعارضة السلبية، مشيرا أن قرار جبهة الإنقاذ الوطني بمقاطعة الانتخابات كان قرارا سلبيا. ده القرار ده كانوا الحريه والعداله بيبوسوا رجل الانقاذ، شوفوا انتوا عايزين ايه ونعمله لكم. قرار سلبي. ايمن نور اللي بيتكلم كده، اللي عندهم وحم الرئاسه ومش وحم الرئاسه، كان امبارح في التلفزيون المصري داخل شمال في الثوار والثوريين بيمدح في حكم الاخوان، وبيتكلم على الرئيس مرسي كلام يعني مش عارف جايبه منين. تورته تورته وبتتقسم، بس معلش بقى طعمها مر عليكم شويه، لا تاكلوه مش هقعد في معدتكم كتير. على جريدة صدى البلد: كلنا خالد سعيد للنائب العام، اين نتائج التحقيقات الاوليه في احداث الاتحاديه؟ ياه، هو ده اللي فارق معاكم؟ اين نتائج التحقيقات الاوليه في احداث الاتحاديه؟ طب فين ضرب احمد دومه ونيفين الصحفيه اللي اتضربت قدام بالصوت والصوره قدام الكاميرا قدام المقطم؟ وبعت استدعى 3 ومجوش. ايه تفكروا في الاحداث الاتحاديه؟ ولا يعني وائل غنيم عايز يبعد برضو عن كلمه المقطم او المقطم ومقر الجماعه، عايز يبعد فيقول لك الاتحاديه. ما جاش على ايه؟ على اللي حصل قدام المقطم واللي سببه اتعملت مليونيه رد الكرامه. اليوم السابع: استاذنا الكبير ديه رشوان اصطدم بالاخوان والرئاسه بعد 24 ساعه من فوزه بمنصب النقيب للاعتداء على صحفيين بمحيط الارشاد. وزار صحفي الحرية والعدالة بالمستشفى وتابع تأمين خروج الزملاء من الإنتاج الإعلامي. أستاذنا الكبير والرائع أستاذ ديا رشوان على رأسنا من فوق، النقيب المحترم، نقيب الصحفيين، النقيب رقم 19. ما عنديش حاجة عدلة وتعالكم على فكرة، كله حرق الدم، كله كآبة، كله، بس أنا ما بجيبش حاجة من عندي، كله على أوضة الجرايد، أنا مش جايب حاجة من عندي. وعلى كده انتهت حلقتنا النهاردة من الغم والهم والبؤس والشقاء واللي جاي أسوأ. أنا مش عايز أقول لفظ تاني، وإحنا كلنا ساكتين قاعدين في بيوتنا مصمص شفايفنا، واللي هينزل هيعتقل ويتهم بالتحريض. أشكركم وألقاكم الحلقة القادمة من برنامجكم كلام جرايد، حمى الله مصر.